الأربع مش العشرين. رجعنا لكم مره ثانيه, والنهارده معانا فاشن ديزاينر اول مره التقي بيها, ودي اول كوليكشن ليها, واول كوليكشن ليها ناجحه جدا, فواضح انها ديزاينر شاطره, وجاينا مخصوص من اسكندريه. فمره ثانيه بنرحب بمصممه الازياء استاذه نادا مجدي. ازيك يا نادا؟ هاي, اخبارك ازيك؟ ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. دخلتي المجال ده ازاي؟ انا الاول كنت دارسه انتيرير ديزاين الكليه بتاعتي. أوكي. بس انا كنت في فنون جميله. كنت فنون جميله اسكندريه. اه شاطرين قوي. بس انا كنت عايزه فاشن, فلما ما فتحش دخلت ديكار, ولما خلصت اخدت سنتين دبلومه فاشن. في اي حاجه كومن او حاجه عامل مشترك بين الديكور والفاشن؟ أو الازياء يعني. ساعدني إيه كتير. انا اصلا بحب الدراسز كمان يكون فيها لاينز. الفساتين. احنا هنتفق نتكلم بالعربي. اوكي. الفساتين بتاعتي كلها فيها خطوط هندسيه شويه, حتى بنص الدراس ونص حاجه ثانيه. فالهندسه ساعدتني في كده. اوكي. والالوان كمان انت درستي انتيرير ديزايننج اللي هو التصميمات الداخليه للمنازل او بالزبط. للبيوت, فدي فيها عالم الالوان كبير قوي. طبعا. مش كده؟ طبعا بالنص الالوان لبعض و... طيب كل ديزاينر بيبقى عنده شايف, يعني انت ديزاينر مصممه ازياء شايفه الست بمنظور معين بشكل معين, بتبقي عايزه الست تبقى شكلها فيمينين, بتبقي عايزه الست شكلها قويه, بتبقي عايزه الست شكلها مستقله. انت شايفه الست ازاي؟ بحس ان الدرس يعني عايزه يكون فيه كل حاجه تكون اتراكتيف, تكون برضه فيمينين بالظبط, تكون جذابه, تكون فيمينين, تكون فيها كات كده فيها قصه تشد العين. اوكي. قصه مختلفه. اوكي. فانا دايما فانت عايزه كل دول مع بعض مع بعض في فستان واحد. ده انت طماعه قوي. طيب خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. فاصل ونرجع لكم, خليكم على لو سمحتوا. We'll be right back.
رجعنا لكم مره ثانيه النهارده معانا فاشن ديزاينر. دي اول كولكشن خاصه بيها لخريف وشتاء 2020. مظبوط كده. ومره ثانيه برحب ندى مجدي مصممه الازياء. انت قاعده في اسكندريه؟ تمام. بتبيعي حاجتك في اسكندريه؟ اتليه في اسكندريه. كل حاجه في اسكندريه؟ كله في اسكندريه. بس انت اونلاين والناس بتجيلك ولا ايه؟ احكي. اونلاين يعني انا بشتغل كله على الانستغرام فيسبوك. نزلوا لنا بقى اهو الفيسبوك ونزلوا لنا الانستغرام الخاصين بيها. طيب وانت عندك اتليه بتاعك؟ عندي الاتليه. يعني ممكن اي زبونه بنت او سيده هتجيلك وانت هتفصلي لها الحاجه اللي انت برسم لها الدرس وبعد كده يعني بنتفق على ديزاين الاول وبعد كده بفصل لها الدرس. طب بس في الغالب الديزاينرز الاول بيبتدوا ان هم مش بيعملوا اتليه، بيصنعوا في حته وبيبقوا الدنيا عالضيق. بالظبط. انت دخلتي في التقيل على طول. انا كنت بعمل الاول وقت ما انا بدرس كنت بعمل في البيت عندي لاخواتي اصحابي. فانت اوكي. بدات كده لوحدي وجبت مكنه في البيت وقعدت اعمل. انت عرفت خياطه؟ كنت بقص وبرسم باترون وبخيط. انت كل حاجه ده اتعلمتيه في الكورس؟ اتعلمته في الدبلومه. ده ايه الكورس ده بقى؟ هي الدبلومه في الفاشن خدتها في القاهره قعدت سنتين فيها كل حاجه بقى فيها ديزاين. طب تقول لنا فين؟ في ايطاليان فاشن اكاديمي. طبعا. في الدقي عند استيفانيا. استيفانيا دي حبيبتي. الله يا استيفانيا. استيفانيا دي سيده ايطاليانيه عايشه في مصر بقالها يمكن 30 سنه بقت مصريه وهي برضو فاشن ديزاينر وساعات بتجيلي تعرض حاجات. استفدتي من؟ طبعا استفدت كتير. اتعلمت كل حاجه فيها. اوكي. انت مسميه البراند ايه؟ غويلي. غويلي 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 بالغين. ودي بتكتبوها بالانجليزي ازاي؟ جي اتش. يعني ايه معناها؟ ده اسم عيلتي اخر الاسم اخر اسم في العيله. يعني انت اسمك ندى مجدي مجدي غويلي. ندى مجدي محمد علي الغويلي. ندى الغويلي. وسميتي البراند غويلي. غويلي. اوكي. على اسمها دي حاجه حلوه جدا. بالظبط. واسمه مختلف يعني. واسم مختلف. بس هي مشكلته في كتابه بالانجلش. بالظبط صعب شويه. عشان كده حطوا لنا الفيسبوك والانستجرام تاني عشان مكتوب ايه الغويلي بقى. غويلي. جي اتش او. طيب القماشه والحاجات دي بقى ايه بتلاقيها بسهوله؟ يعني بس بقعد ادور بقى ان القماش يليق على بعضه والساتان يليق على القماش التاني. أوكي. التول يليق نفس الدرجه قريبه. اوكي. طيب احنا كده هنشوف اخر اربع فساتين ونرجع نكمل كلامنا. اوكي. جاهزين بالمزيكا؟ يلا مزيكا. ندى اخر الفستان البيض دلوقتي يعتبر فساتين فرح صح؟ شويه. في ناس بتعمل افراح دلوقتي الصبح وكاتب كتاب بس مش فرح. ممكن واحده تكون بتتجوز لتاني مره مثلا. صح بقى. هتنجز بقى بصراحه. انت ندى شرفتيني نورتيني. ميرسي يا كل كولكشن وانت طيبه. ونشوفك على كولكشن الصيفي ان شاء الله ربيع والصيف 2020. ميرسي ميرسي لندى مجدي الغويلي. أيوة. محمد علي الغويلي. ميرسي. قولي اسم العيله كله على وجودها معانا النهارده وجاي لنا مخصوص من اسكندريه. وميرسي على الكولكشن الحلوه الخاصه بيها. رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شهر 20. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.